الجيش الذي لا يقهر، هذه الأسطورة انتهت بفضل المقاومة الفلسطينية وإعلامها الذكي. طبعاً الإعلام الحربي واحد من أهم أدوات الحرب النفسية، وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة قدرت المقاومة توصف لتخاطب الرأي العام بكل ذكاء، والأهم إنها قدرت تلغي الصورة النمطية اللي دايماً بروج لها الاحتلال بنشرها لفيديوهات لحرق الدبابات واستهداف الجنود من مسافة صفر. طيب كيف استطاع إعلام المقاومة إنه يتفوق؟ الشعب الفلسطيني في غزة اللي شاهد على جرائم الاحتلال شكل فريق من مراسلين طوعيين بينقلوا الواقع كما هو، في حين إنه الإعلام الإسرائيلي اعتمد على نشر الأكاذيب والتضليل، واعتمد كمان على مراسلين غربيين متحيزين بشكل أعمى للاحتلال. والإعلام الفلسطيني بكل خلفياته السياسية المتنوعة اجتمع على رواية واحدة، بينما الإعلام الحربي الإسرائيلي واجه صعوبة في توحيد الرسالة الإعلامية، وأخيراً إعلام المقاومة نجح في امتلاك الصورة الحية للعمليات العسكرية بحيث تظهر العملية والمقاتل والهدف وأسلوب الاستهداف ونتيجة العملية، بعكس الاحتلال اللي بجانب استهدافه العشوائي للمدنيين والأطفال بنشر فيديوهات لإطلاق النار على أبواب وحيطان بدون هدف واضح.